سالفة أريد أصارحك بها أبوي. خير؟ والله أبوي أنا يعني أريد أتزوج. وبهالوقت صار لك 5 أشهر شفت واحد تزوج بيها؟ لا أبوي ما. الله يستر من هالسنة هاي، راح تاكل الأخضر واليابس. إي أبوي شلون؟ زين ظل الوضع بهاي الصورة، يعني شلون ما اتزوج؟ بس الزواج راد له مصاريف. أبوي أنا اللي مفكر بيها وراح آخذها ما تحتاج مصاريف. ومنو هاي اللي تريد تاخذها؟ قسم أبوي. هاي اللي تشتغل ببيت جوهر بيك؟ إي هي أبوي إي. ليش قسمه مو غيرها؟ إي أبوي قابل آخذ بيت باشا لو بيت بيك. هاي مرة على قد حالها وما تريد مني شيء. إي بس قسمه أبوها ما موجود. إي عرفت بعدين أبوها ما موجود. يجي ابوها وناخذ رايه. لا ابوي لا ماكو داعي. قل للمختار هو يروح يخطبها من جوهر بيك. زين فايز ما موجود. ويا هو من شايف الفايز؟ اللي يشوفك يقول بس انت جاي تتاذى من هذا الوضع. انا اللي مأذيني موقف حميد. موقف حميد وكيل اعمال جوهر بيك ويخاف عليه. يعني انت واقفه بجانبه. اللي براسك ما يصير خليها على الله. فتحيه فتحيه وقضيتنا. يا قضي زواجنا. اقول لك شاكر احنا بيا سنه هسه بال31 ان شاء الله بال41. قسمه نعم خاتم. ها وين صرتي؟ مو صار لي ساعه من قلت لك على العشاء. على النار خاتم. وليش بعد على النار؟ انا جوعانه. يلا روحي حضري. قسمه لا تجيبي لي الاكل، خلي مديحه تجيبه. نعم. استغفر الله العظيم. قسمه قبل ما انت تجيني بهذا البيت هي كانت موجوده وعمري ما صحيت عليها. هذا دلال خاتون. اروح لابو حميد المختار ونشوف. ناوشيني ابويا ناوشيني. اي ابويا صديق كذب بهالسرعه. على الاقل ناخذ راي قسمه. اي قليله لاخوك قليله. ما ناخذ راي. ان شاء الله ما تقبل بزامل. شو الحكي زامل؟ انت تريد تتزوج لو تريد تشتري. فتحيه لا تقفل الطريقه ها. روح ابويا روح توكل على الله. أخوش مستعجل على الزواج مستعجل أخ منك. يا هلا أبو فايز. أهلا بيك رحمة الله. صارتنا البركة. أشكرك غالي. أهلا وسهلا. أشكرك. إي شكرا لك. شكرا. خوش اختيار. نعم. إي بالله ونعمة ما اختاريت أبو فايز. قسمة خوش قسمة لزانة. ابوها عمي جوهر بيك هسه هو ولي امرها. يعني جوهر بيك ما راح يعترض؟ ابو زامل جوهر بيك قبل لا ينطي موافقته راح يستشير. نعم. وانا باكر اروح للشركه وحاجي. وان شاء الله يصير خير. تقدرين تقولي لي هذا ابنك وين صار الساعه بالوحدة نص بالليل؟ وين راح؟ اداف هذا الشفيق ايش عنده وش ضار؟ ايش عنده صدام؟ شنو ايش عنده؟ يعني هاي يرد له واحد بطل؟ هسه تلقي قاعد بدملها سكران وقاعد ويا وحده من الارتستات ماخذ راحته. تنعطيته فلوس؟ قال لي انطيني مصرف وانا انطيته. هاي بعد هو منو فسده؟ منو فسده غيرك؟ انطيني مصرف انطيته. روح ابدل وادور عليه اشوفه بيام ولا قاعد. وانا مش اسوي لك بابا. انا ما افيدك. لا تقولي لي بابا، انا مو طفل صغير. شفيق انت من عائله معروفه وانا بنيه عرفت. كل هاي الاعتبارات ما تهمني. حوري انا جيت بلا ما اشرب، حتى لا تقولي اني سكران ويهذي. حوري انا احبك صدق واريدك الي. انت ليش ما تقبلين صدقي؟ اوف
لك اهدي ايدي. قول على ما راح. انا ما راح. اعلى لك ايدي هديدي. انا ما راح بس هديدي. اخ يلا يا ولد. زعلان؟ قب 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 قب. احنا رايحين قدامك. قب لك بسيطة فايز. انا علمك ولك انت اكبر جبان. سبع صحتك عاشت ايدك. هذا شعلان قزارة بعد عد عين ويشيلها قدام جماعته. انا مرة انا مرة. شعلان قزارة صلف وغدار وعينه ما تنكسر. ديروا بالكم منه. اللي تقوله ما معقول شفيق. هذه يسموها نزوة. ابدا مو نزوة. انت بس وافقي وشوفي. زين لو فرضنا انا وافقت وراح تقعدني يما ابوك. انا ليش كل ما حاكيش تذكرين ابويا؟ انت بس بطلي من هاي الشغله وتعالي وياي اقعدك باي مكان ترضيه. ما شاء الله ما شاء الله. خوش تربيه. اكو شيء بعد تقوله بعد اللي شفته بعيني ويا الارتستات شهير؟ ما فكرت اسمعك ابوك؟ ما حد جابر ابنك يجي لهنا عيني. حقك يا حقك. كل اللي تقوليه حقك. مشي قدام حسابك بعدين هناك. روح وانا اجي وراك. مشي قدام. مشي. يقولون الارتست ما عندها كلام مضبوط. بس ارجوك لا تبطين عين هذا الولد. حيل حيل بيك ومستاهله حتى تتوبين وما تلتقين بهذا الولد بعد. يعني انت اللي دليتي ابوه على هذا المكان. على هنا على تياترة نزهة الهلال. ليش هو ما يندل عيني؟ لو ما يعرف منو زكية زكزوك ام الزكازيك الدابوكة. على علمك الكراسي مال المحل مالي مورسا من قعدات بهجة افندي عليهن. اخاف ما تدرين هن يشهدن علي. لك شوف اسمعني زين. تحترم نفسك وتحترمني وتحترم اسم هذه العائلة تبقى بهذا البيت. تقول لا ما يعجبك اطلع برا. شوف لك طريق ثاني خارج هذا البيت ولا تقول انا من بهجة افندي النعمة. روح روح اقعد يا زكية الدابوقة. يا حار يا ما تستحي. بهجة الصياح ما يفيد. لا شنو اللي يفيد ويا عدتك؟ شنو اللي يفيد؟ تعرف من وين لقيت قاعد؟ وعرفنا غير من ملهى. يا ريت يا ريت قاعد يا ريت ليش قاعد بغرفة واحدة ويا واحدة من الارتستات؟ لك انا اجد واشتغل واتعب وحارب الدنيا كلها بدي وسطوني حتى راسكم يبقى مرفوع تجي انت تنزل راسي بالوحل. افارم افارم عليك شفيق افارم عليك. اسمعني زين شفيق هذا اخر انذار لك. الجرعة عدل الجرعة عدل ماكو تعرف شو اسوي. شلونك فتحية؟ الله يسلمك حمد. أنا هذا شاكر ما أرتاح له. ليش؟ شاكر ترى خوش ولد. هو خوش ولد
بس لو يشتغل بقد ما يحكي كان صار بعد احسن. اقول لك حميد، هو الشغل وينه؟ شو احنا كنا قاعدين؟ ان شاء الله باكر يصير الشغل ويصير الوضع احسن ان شاء الله. المهم البارحه بوت كان عندنا بالبيت. اي ادري. تدرين انا كلش فرحت الزام. لا تفرح قبل الموافقه. باكر يجي ابوي يحكي ويا جوهر بيك. انتو فتحيه انتو تستاهلون كل الخير. تسلم حميد، الله يخليك. شكرا. سلطان شكو جيب شايات هنا. بابر ودي شاي الفايز جاهزه ابويا جاهزه. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. انا صابر. هاي شاياتكم. اي كل عافية. وين؟ شو اليوم بالقهوة؟ هالايام عطلة. وبعدك في المدرسة؟ اي بعدني. زين نجحت؟ اسقطي؟ لا نجحت طبعا نجحت. بابر بلطل السواليف. رخصتكم رخصتكم. سلطان شو تريد منه؟ وإذا نضحك. شكو؟ شنو الأخبار؟ يا أخبار يا بنت؟ أخبار المظاهرات ببغداد وخلصت بعدها. والي شنو؟ المظاهرات خلصت بس الأضراب عن العمل بعده. شنو أضراب؟ يا؟ فتحية هذا حميش يريد منك. شنو القضية؟ أشو هو يقول لي إيش يريد منك شاكر؟ وانت تقول لي شو يريد منك حميد، شو السالفه؟ انا هذا حميد ما اتحمله وما ارتاح له. ولا هو يرتاح لك. فتحيه هو حاط عينه عليك. اقول لك شاكر، ترى انت صاير شكوكي. حميد جاي يقول لي ابوه راح يفاتح جوهر بيك بشان زواج اخوي زامل. بس. وبس. اقول لك انت تغار؟ طبعا اغار. اذا عليك ما غار، علي من اغار. اعطيني خبر انا راح اكون بانتظارك. ما راح اتاخر عليك بيك. ومن ترجع ابو حميد راح تطلع على راس عمالي. شاكر انت وطعمه وسلمان تعالوا بالعجل. يلا يا شاكر تعالوا بالعجل جوهر بيك يريدكم. حضني شكو دقوم. هاي الشعارات اللي تخطوها على اللافتات. صار بيك. روح حميد خلص شغلتك بالعجل. صار. شاكر. بلي بيك. تجمع لي عمال الشركة كلهم وتنطيهم خبر وخليه يحضرونا في السوق، واللي ما يريد يطلع ويانا خليه يروح بيته. بالعكس، كلهم ينتظرون هذا اليوم. طعمه وسلمان. نعم. هسه تمرون على كل محلات منا وباشا. تبلغوهم بالإضراب وتدعوهم للمشاركة. تؤمر بيك. صار. الشركة التجمع بالشركة يلا. يما استر علينا وين رايح؟ يما
شايفهم اللي جوا عليه؟ ولا شايفتهم، يقول طلاب وياي. يا يما ليش خليتي ابنك يطلع؟ تعرفين ايش جاي يصير برا؟ الشرطه طوقت الشوارع كلها، باكر كلهم بالسجن. وين طلع ابنك؟ جوا عليه جماعته واخذوه. ليش من هذول جماعته؟ اصدقاء ويا بالمدرسه. ليك اساني وين ادور عليه؟ لمن اسال؟ انتظر بويا شويه. وليش انتظر؟ شو انتظر؟ انا راح اطلع ادور عليه قسما عظما اذا ما لقيت هذا الحوش حرقه على روسكم وروس الخلف وقتكم. واخي واخي القانون الجديد. نطالب بإلغاء القانون الجديد. صابر صابر. الحرمان ليش مش صابر؟ هسه وقتها هاي. نموت ونموت ويحيا الوطن. نموت ونموت ويحيا الوطن. للوطن نحيا للوطن نموت. للوطن نحيا للوطن نموت. للوطن نحيا للوطن نموت. للوطن نحيا للوطن نموت. نموت ونموت ويحيا الوطن. نموت ونموت ويحيا الوطن يحيا للوطن نموت ويحيا الوطن. نموت نموت ويحيا الوطن. نموت نموت ويحيا الوطن. نموت نموت ويحيا الوطن. نطالب بإلغاء القانون الجديد. نطالب بإلغاء القانون الجديد. مو عفوي ابدا. لازم اكو جماعه، اكو جماعه ورا كل هذا اللي قاعد يصير. ما معقول الدنيا تنقلب بهالشكل وبهذه السرعه. احنا الان مطوقين. هذا الوضع ما يفيد غير ان يدخل الجيش تدخل مباشر ويعتقل كل المحرضين على هذه الفوضى. علمتك اوقف من الصبح الليل بالقهوه حتى خليك تدرس وتكمل دراستك. ابو البيت يطلع براسه خير. تالي مثال طلع يصيح لي للوطن نحيا للوطن نعيش. لكن الوطن محتاجك واقف عليك. ابويا كافي، لا تحرق دمك ابويا. ما حد ما يسويها والله ما حد ما يسويها. الحمد لله فاتت على خير. ملعون الوالد، انت وين والسوالف وين؟ قصوا راتبك؟ قطعوا خبزتك؟ يعني بس لما تضرب مصالحي يلا اطلع. شوف شلون يحشي الملعون الوالد. يعني بتعرف من على ما على السوالف هذه؟ المدرسه هذول اصدقائك. بعد مدرسه ماكو وما تلتقي باي صديق بتعرف. حكومة بريطانية تريد تفسير اللي يصير. شنو هذه؟ مظاهرات، اضرابات، اطلاق نار، شقب. مستر لويد، اكو حكومة مركزية هي مسؤولة. واحنا ايضا مسؤولين. هاي مظاهرات حتى تفجأة وما عندي اي علم. منو مسؤول عنه؟ اكو حزب، اكو تنظيم، اكو جمعية. اللي صار شيء منظم. نسيم افندي كاتوري، اكو حزب جديد مقرب بغداد وعدد اعضاء قليلين، وهم يتعرضون للمضايقة، وما اعتقد هم ورا هاي الفوضى. جوهر بيك ورا كل هاي العملية. جوهر بيك؟ جوهر بيك الوحيد اللي ما سرح بماله. هو من أصحاب النفوذ بالبصرة و
واعتقد استعمل نفوذ بهاي العمليه. جوهر بيك، جوهر بيك مؤرد حكومه بريطانيه، مؤرد حكومه وطنيه، مؤرد قرارات مجلس بلدي. باي جهه يتصل؟ ما اعتقد عنده اتصال باي جهه او عمل سياسي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. دارتنا البركه. الله يبارك فيك. حطوا عزيزي. اهلا بيك جوهر بيك. شكرا. هذه احلام بنتي. ما شاء الله. جنابكم اول مره تشرفون بيتنا. واكيد ما شايفه. اهلا وسهلا. اهلا بيك بيك. ابو حميد انا وصيتك وقلت لك المظاهرات لازم تكون سلميه. تقصد اطلاق النار اللي صار؟ صدمني بيك ما كان الي علم به، اتفاجات بيه مثل الباقي، ولحد الان ما اعرف من يطلع. وسياره مصرف اللواء هاي صارت قدام عيني، فات المصرف بسيارته، المتظاهرين طوقوا السياره وكسروا جامعه. والمصرف؟ المصرف نزل من سيارته وانهزم البيت قريب. على العموم ابو حميد، الاضرابات والمسيرات تستمر. باكر من الغبشه اطلع على المخاتير وانطيهم عليهم. انا ما كنت اتصور راح يصير هيك تجاوب من المخاتير. بيك حطهم على يمناك. جوهر، ماكو واحد ورا كل هاي الفوضى غير جوهر. بهجت لا تظلم بختك، هاي الحكايه تودي جوهر بداهيه. مو بس انا اقول هذا الشيء، جوهر متهم باثاره الفوضى واكو دليل. وشنو هذا الدليل؟ المظاهرات مو طلعت من شركتها، مو عماله كلها على راسها. هذا شنو معناها؟ معناها هو اللي يقودها. حتى لو كان هذا الحكي صحيح المفروض انت تكذبها. وليش يكذبها؟ خلي يقول جوهر بيك حرض على المظاهرات والاضرار. واختك سعاد، نسيت اختك سعاد؟ هو مو زوجها. سعاد؟ سعاد راح تفتخر. تفتخر؟ ليش تفتخر؟ تفتخر بعد يحرض على الفوضى والعصيان. وليش تسميها فوضى وعصيان؟ هذا تعبير مشروع عن حالة ظلم وقع على البلد. لك يا بلد يا ظلم، جوهر ما سوى هاي الحركة الا بعد ان ضربت مصالحه. يعني هذا تعبير اناني. والمظاهرات اللي طلعت بالحله وبغداد والرمادي والكود هم تعبير اناني؟ لك انت سد حلقك وتسكت. انت اخر واحد تكلم بهاي المملكه كلها، افتهمت؟ اسكت شفيق اسكت. بهجت بهجت ارجوك حاول ان تبعد الانظار عن جوهر. يقولون حمله اعتقالات تصير بالبلد، على الاقل على الأقل فكر ببنتك سعاد. هذا هم حظي مثل ما يقول ابو المثل، على عين اليتيم عزل السوق. انا فكرت بقسمه وهي قلبة الدنيا، اضرابات ومظاهرات وشنها قاصدين. من تصفى الدنيا اودي خطبوا لك اياها. ما شنها تصفى، لا الصغيره انحلت ولا الكبيره راح تنحل. سمعت ناس يقولون باكر هم اكو مظاهرات وانت راح تطلع وياهم. انا ليش يا بليش؟ هذا شغل مال ناس عطاله بطاله. ليش اخذوا قاعي اخذوا شركتي؟ اهم شيء قسمه. اللي سمعته اليوم شيء براس. هذا الشيء ما صاير قبل بالبصره. من ورا العمل منظم اكيد ورا ناس ومتنفذين. مو شرط جا
جوهر، انت اليوم من طلعتك الصبح ما رجعت للبيت. كنت بالشركة. ليش؟ اتابع الاخبار. جوهر، اكو علاقة بينك وبين هاي المظاهرات؟ يعني مجرد تعاطف لا اكثر ولا اقل. يا الله. اصب لك هذا ابويا. بنتي شوفي هو الباب. صار يا صار. يا ربي يا الله. شلونك بنتي احلام؟ هلا عم ابو فايز. هلا. ابوك بالبيت؟ اي ابوي بالبيت. قولي له انا جاي عليه. صار عمي صار في الدقيقه. ابوي هذا عم ابو فايز. خليك فضل بنتي. صار. تفضل عمي تفضل. تفضل ابوي. تفضل عم ابو فايز. تفضل ابو فايز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا مرحبا. اهلا وسهلا. ان شاء الله. تفضل استريح. بعد زاد فضلك عيوني. يا الله. الله بالخير. الله بالخير اغاتي. تعذرني يا ابو فايز، ما قدرت افاتح جوهر بيك على موج زواج زامل من قسمه، لان الرجل كان كلش مشغول. بس ان شاء الله هاي الايام راح افاتح. أنا ما جاي على هاي الشغلة أبو حميد. خير أبو فايز. رايديك بمركز مركز الشرطة أبو حميد. جاوب بمركز الشرطة، شو يريدون من أبوي؟ صدقني أبو حميد، قلت لهم عفوني من هاي الشغلة، بس هم ما قبلوا. شو يريدون مني مركز الشرطة؟ لا تحكي وياي هيك حكي، ترى تروح تطق قدام عب عيني وروح أمي. أقول لك أبو حميد، أنا راح أروح للمركز أقلهم ما لقيته بالبيت. خوش؟ أنت روح لبيتنا، روح لبيتنا هناك بقى. خوش ما حد يلقيك. يعني أنا علي ألقى قبض؟ إي أبو حميد. تمنيت تنكسر رجلي ولا أجي لك على هذا الشيء أبو حميد. ولا يهمك أبو فايز، ولا يهمك. أروح وياك وأشوف الشرطة. لا أبويا لا تروح. لا تخافين بنيتي. مين يجي اخوك قولي له يروح يبلغ جوهر بيك. يلا ابو فايز تفضل. جوهر بيك. جوهر بيك. خير حميد؟ الجيش نزل بالشوارع. جيش؟ اي نعم، مدرعات وطائرات وجنود وسدوا كل المنافذ. المظاهرات تتوقف حميد، والإضراب عن العمل يستمر. أنا آسف جوهر بيك، أنت مطلوب بالمتصرفية. مثل ما وصيتك حميد. صار بيك، صار. تفضل. الله اكبر، اكو واحد يضم هيجي سالفه على زوجته؟ يعني شكو بيها اذا قال لي انا غريبه عليه؟ ليش يخليني اسمعها من الناس؟ ليش يخليني اتفاجئ بالموضوع؟ وانتي مقهوره ليه بكلج؟ عمه انا مو غريبه بهذا البيت، انا زوجته. زوجته تفكر بطريقه تخلصه من الازمه اللي هو بيها، مو تعاتبه وهو ما موجود. انا حريصه على زوجي وما انتظر واحد يعلمني شلون اتصرف. اللي سواه جوهر يرفع الراس. انا ما مختلفه وياك بهذا الشيء، بس جوهر ما محتاج هذا الشيء. جوهر ما محتاج. جوهر ابني وانا اعرفه ايش محتاج. شو تقصدين؟ ما تكمل. لازم تبقى عايزه. بهيك محنه الرجال يحمي ظهره، ابنه، عمه، اخوه، والمسكين محروم من ذولا كلهم. انت ليش دائما تكررين علي هذا الحكي؟ مو بس عليك، عليه هو. خليه يتزوج غيري حتى يصير عنده ابن يسند ظهره. هذا اللي تريدي فاطمه خاتون مو؟ ماشي، انت من هاللحظه حره بابنك وانا راح اتصرف. قسمه قسمه.
وش وجوهره وين. تصرف بنتي؟ ايش تصرف؟ الشغلة كلها صارت بيد الداخلية وبيد رئيس الوزراء. الشيء سهل. هذا جوهر قلبها للدنيا قلب. مع ذلك بابا، المفروض ما تركه هو بيجي معنا. واللي يسوي هالشكل، ايش يتوقع يعني؟ يطبطبون على اشتافه ويقولوا له عشرة ايدك، لو يعلقوا له وسام. جوهر حرض الناس على إثارة الشغب والفوضى ودافع أناني. حتى إذا هذا الحكي صحيح المفروض تسأل عليه. إذا باكر عقبة طلع ما راح يقول بهجت ليش ما سأل علي. بس أنت تقدر تروح للمتصرف، هو مو صديقك. أنا ما أقدر أحكي ويا معالي المتصرف على مود هيجي موضوع. لا ما أقدر. أرجوك بابا، أرجوك أرجوك لا تحرجني ويا جوهر وأمه. يعني على الأقل أقدر أقول قدامهم أبويا دخل بس ما حصل نتيجة. جوهر بعد ما تقوم لقائمة. يعني أنت سامع شيء؟ أنا ما أريد أسبق الأحداث، بس أريد أقول لك فشي واحد. إذا ما يعجبش القعدة يا بنتي ويا أمه ببيتهم، جيبي غراضك وتعاي هنا، لأنه جوهر راح يتأخر. يا أبوي يا أبوي يا أبوي، من قالوا لي روح جيب أبو حميد المختار، أبوي تمنيت الموت ولا أروح. أمت عيني مسكين أول ما شافني عبالة أنا جاي على زواجك. كل هاي السوالف صارت من وراء عرسي، حظي وانا اعرفه. ها فقر وابقى فقر. يلا زامن. طيب هذا ايش بيه؟ روح بنتي، روح روح جيب الصغرطاس او ودي عشر ابو حميد، بلكي يعذرني. ابويا ابو حميد قلبه طيب وعقله كبير. والله يا بنيتي ما اقدر اخلي عيني بعينه وحاجي. يا ابوي كافي احلام، كافي بيجي تبجيني من الصبح لي هسه. شلون ما ابجي؟ شلون ما ابجي حميد ابوي بالسجن؟ اي بس يخلص التحقيق وياهم راح يطلعون. وهذا اللي تقول عليه شو اسمه التحقيق هذا شو وقت يخلص؟ يوم يومين ويخلص. لا لا حميد لا لا، انت تكذب علي ابوي راح يسجنهم. كافي عاد كافي، قلت تعشي ونامي، البيت مو زين عليك احلام. ما اريد ما اريد، انا اريد ابوي. ابوي رجال كبير ما يتعمل هاي السوالف، بعدين هذا جوهر بيك ما لقى غير ابوي. احلام احلام، ابوك هو اللي تبرع وراح يجبر. ابو حميد يا الله من رخصتك ابو حميد. الله يساعدك ابو حميد. الله يساعدك ابو فايز. ابو حميد جبت لك عشاء. اسف عليك ابو فايز، انا مقدر هذا الشيء، انت شرطي وهذا واجب مكلف فيه. من كل قلبك ابو حميد. بيناتنا عشرة عمر وزاد وملح وروح امي. هسه يلا ارتاحت، الله شاهد ابو حميد معستك عندي ما يعلم بها غير رب العالمين. وانا ما ناسي شغلة ابنك زامل، بس اطلع منا بنفسي اسعى بيها. ان شاء الله تطلع سالم ابو حميد. ابو فايز ليش مكلف نفسك؟ حميد قبل شويه جاب لي عشاء. يا رزاق يا الله. شنو سلطان؟ شو تسوي؟ لا يفتح علي، شنو ابقى معزل؟ من عايش حياتي انا؟ تشوف احد فاتح محله؟ وانا شعني بالباقين؟ الاضراب مستمر، من اشوفك فاتح القهوه؟
فتح على بطنك فتح. اتعوض من الشيطان فايز. من تشوف المحلات الباقيه فتحت فتح. انت ما سمعت بالقرار؟ يا قرار؟ يقول لك اللي يفتح محله غرامه 600 روبيه. اللي يريد يغرمك دس علي. شوف شلون امرعده. ابني جوهر لفوق. اي نفوق. ومن نحكي ما حد يسمع كلامنا. هاي نتيجته شفتي؟ يلا. خلي واحد من ذولا الجوعانين يوقف وياه ويطلع من هاي المحنه. من اللي وقع بيها غير هو؟ ولعلمك كل الموقوفين راح يطلعوه، وجوهر الوحيد اللي نفوه العانة. ابوي ابوي المحلات بعدها معزله لحد الان، وصارت مصادمات بين الشرطه والناس بمنطقه ام الدجاج، وفرضوا غرامه على اصحاب المحلات. اللي ما يفتح يدفع 600 روبية. واخبار جوهر بيك شنو؟ مو زينه. خير؟ ويا جوهر بيك نفو. نفوه العانه وما حد يدري ليش وقت. اذا الاضراب يستمر وما يتوقف حتى يلغون قانون الضرائب. بلغ هذا المختار العشر. يلا ابني. ليش فاطمه خاتون ليش؟ ليش جوهر بيك يسوي اللي صار؟ انا من قدموا لي اسمه ما صدقه. جوهر بيك من الناس المعتبرين، ليش ينطخ اسمه وسمعته ويحرض الناس على الفوضى والشغب؟ معالي المتصرف، ترى اللي صار بالبصرة صار بكل المملكة. بالبصرة بالذات ما كان لازم يصير هذا. انت ولدت بيها وتعرفيها احسن من عندي، واني سيارتي حطموها ورادوا يقتلوني، والجيش البريطاني مستنفر كله بشط العرب. كل اللي اشتركوا بالمظاهرات اطلقتوا سراحهم. ابني ليش نفيته؟ مو بس ابنك، جوهر بيك وياه ثلاثه. ارجوك ارجوك تتدخل فخري بيك. اعذريني فاطمه خاتون، ما اقدر اسوي شيء. قسمة لا خاطر، شيلي الجنطة وصليني البيت أهلي. ما سمعتش دا أقول لك؟ دا أقول لك شيلي الجنطة وصليني البيت أهلي. قسمة وصليها ورجعي. لا خاطر. قسمة تبقى يمي، انتي هنا عندش مديحة. أنا ما عندي عداوة يا جوهر، كل ما هنالك أنا يا بعد ما نلتقي بمكان واحد، هو اختار طريق وأنا اختار الطريق. همم، شو جاي؟ وعلى شنو أبقى هنا؟ هذا شلون حكي يا بنتي؟ شلون تتركيني أم جوهر وهي بهذا الحال؟ أنا ذيك السنين كلها أنا ما متحملتها، وعايشة على أعصابي وياها كل الخاطر جوهر. قسمة اتركي الجنطة ورجعي لفاطمة خاتون. قسمة روحي للمطبخ. وليش تبقى قسمة؟ أنا رايدة قسمة تبقى هنا. قسمة روحي يم سناء. مو سناء موجودة، بعد شلك بقسمة. انا رايده قسمه تبقى يمنا. يعني سعاد خاتون راح تبقى هنا؟ راح تبدي المشاكل. انا متعجبه عليك خيا قسمه، شلون متحملتها لسعاد خاتون؟ صار لهم 5 ايام يقومون بطاري جوهر بيك ويقعدون بطاري. انا والله العظيم كلش ضايجه على جوهر بيك، خوش رجال ما يستاهل. قولي لي خيا، هسه شحال فاطمه خاتون على ابنها الوحيد؟ Thank you.
شو اقول لك خاتم، ما اعرف شو اقول لك. كل شيء تقولين، ما اريدك تبكي. جوهر يرجع، اكيد يرجع خاتون، الناس كلها مقهوره عليه. جوهر صار كبير، كبير مو بس بعيني، بعين الناس كلها. أما من لواء البصرة فقد تم نفي ثلاث وجوه من أعيان البصرة إلى مدينة عانة، ومن ضمنهم جوهر بيق الملاك، لثبوت اشتراكه في المظاهرات التي حدثت في مدينة البصرة. وقعت براس جوهر بيق، وإحنا مصيرنا شنو بغياب جوهر بيق؟ أكيد أكيد موصي حميد علينا. ما أعتقد جوهر بيق ما لحق يوصي أحد على شركته أو عماله. إذن الحل شنو؟ على ضوء الحالة الجديدة وما تترتب عليه من مشاكل، لا زالت قائمة لحد الآن، وبتصويت من أعضاء المجلس يعتبر قرار رسوم البلدية ملغي. أما ميزانية البلدية فسيتم مناقشتها على ضوء المستجدات الجديدة. أما من ناحية أخرى، وحسب قانون إدارة البلديات، يعتبر الملاك جوهر بيك مستقيلاً من المجلس البلدي لانسحابه من جلسة 12 وعدم حضوره الجلسات التالية، ويحل محله أحد الأعضاء الاحتياط. الله بالخير يا خان. الله بالخير سلطان. يا باليوم الشايات على حساب سلطان. ليش يا بشنو؟ معرس او مو معرس؟ مو شالوا الضريبه عنك؟ واذا شالوا الضريبه رحمه لابوك، في طلع حمل الشايات صار اسبوعين معزل، خلي يهرب من عيونك. فايز الفرحه مو هسه، الفرحة من يطلع جوهر بيك. على ضوء كتاب المتصرفية ولثبوت اشتراك وتحريض بعض المخاتير على المظاهرات، مثل مختار مناوي باشا ومختار جسر العبيد ومختار الصبخة ونظران، فيجب ترقين قيد هؤلاء المخاتير وترشيح غيرهم. شو ما متأثر؟ أتأثر؟ وليش أتأثر؟ تعبت، تعبت من المختارية ومن لغاوي المختارية، بس المهم استجابوا لطلبات الناس وهذا أهم شيء. أكيد هسه جوهر بيك سمع بالخبر. جوهر بيك ترك علي حمل ثقيل وراح. إيش تقصد؟ هو يا شغل ماكو، وجوهر بيك ما ترك الفلوس حتى أصرف رواتب العمال. أنا هسه بحيرة، ما أعرف شو أسوي. زين ليش ما صارحهم بالحقيقة؟ ما أعتقد راح يقنعون بهاي الحقيقة أبويا. العمال يردون رواتبهم وهذا أهم شيء عندهم. صار ما كان موجود بحساباتنا، هزمنا هزمنا هزيمه نكراء. انا خوب اللطمه خوش لطمه لزيمه فندي خفوري، امالي ضاعت، مصالحي كلها انهارت، كنت معول على المناقصات اللي راح تقدمها البلديه لمشاريعها، بس كل شيء توقف. من يقول كل شيء توقف؟ بعد شكو بعد الغاء القرار وفصلي، منو قال لك ما راح يتوقف كل شيء؟ ما ينبهجت افندي، هاي مساله وقت لا اكثر ولا اقل. ايش تقصد نسيم افندي خضوري؟ تحتفظ بالسر؟ انت مجربني بهواي بهاي الامور، سرك ببطن حوت. قرار الغاء رسوم البلديه مؤقت، هذا القرار اجى من اجل تهدئه الحاله وراح يرجع بالوقت المناسب. ايش وقت؟ ب
بالوقت المناسب. قلت لك منين سمعت هذا الخبر؟ من مصادري الخاصة. سعاد خاتون، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعاد خاتون. ليش العمال قاعدين بالحديقة؟ خاتون شغل ماكو والسوق بعده واقف. لما السوق واقف وشغل ماكو، على شنو بقيهم هنا بالشركة؟ هذه أوامر البيك خاتون، ينتظر لما يتحرك السوق حتى يبدي شغل. طيب ورواتبهم؟ البيك ترك لي إدارة شؤون الشركة بغيابه، بس ما خلى جوا إيدي فلوس حتى أصرف لهم رواتبهم. شوف حميد، أنا راح أدير أمور الشركة منا لغاية ما يرجع جوهر بيك. طالما السوق واقف شغل ماكو وفلوس ماكو، اذا ماكو داعي ذول العمال. يعني شنو خاتم؟ يعني تنطي للعمال اجازه بدون راتب لغايه ما يرجع شغل الشركه. بس هذا مخالف لتعليمات البيك خاتم. التعليمات انا انطيها مو انت. منا لحد ما يرجع جوهر بيك، انت فاهم؟ ونفذ اللي قلت لك عليه. صار خاتم، راح أبلغ العمال بهذا الشيء. فاتحين جمعية خيرية تدفع بها رواتب الناس عجزة. يا جماعة، أكو شيء جديد لازم تعرفوه. الأزمة برا انتهت، لكن الأزمة بداخل الشركة لا زالت موجودة. خير حميد، شنو هاي الأزمة؟ انتو تعرفون كلش زين بأنه جوهر بيك منفي إلى عانة، وقبل لا يروح ما ترك عندي ولا ربية حتى أصرف لكم رواتبكم، ولهذا السبب. ولهذا السبب أخوان لازم تتركون الشركة وتشوفوا لكم عمل بمكان اخر. اسمعوني يا جماعه، اسمعوني، جوهر بيك ما معلوم شو وقت راح يرجع، فما معقوله انتم تبقون كل هاي الفتره بدون رواتب وانتم اصحاب عوائل. حميد، هذا الحكي اذا سمعه جوهر بيك ما راح يقبل عليه. 7 أشهر واحنا قاعدين بدون شغل وهو يصرف لنا رواتبنا. شاكر، انت جاي تشوف الوضع بعينك، المخازن متروسه تمر والإنتاج بتوقف، يعني مين نقدر نصرف رواتبكم؟ نبقى بالشركة وما نطلع، واللي تقوله أنت هو تصرف شخصي منك. هاي تعليماتي أنا.